رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب في تغريدة له يهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. سيادته يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب ويتلقى التهانئة من طرف الرئيس التركي بمناسبة فوزه في الانتخابات. في مؤشر على موسم خريف واعي، مناطق واسعة من الوطن تشهد هطل كميات معتبرة من المطر. أهلا بكم من جديد. وجه رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب السيد محمد الشيخ الغزواني في تغريدة على منصة إكس التهانئ إلى الشعب الموريتاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وجاء في التغريدة: بمناسبة العام الهجري الجديد يطيب لي أن أرفع إليكم مواطني الأعزاء أخلص التهاني وأطيب التبريكات، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والسلام. وجه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب السيد محمد الشيخ الغزواني أمس برقية تهنئة إلى فخامة السيد مسعود بازاشكيان بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجاء في البرقية: صاحب الفخامة، تلقيت بارتياح كبير انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، وهي مناسبة أغتنمها لأقدم لكم أحر التهاني على هذه الثقة التي نلتموها من الشعب الإيراني، ولأتمنى لكم كل التوفيق والسداد في مهامكم الجديدة، كما أود أن أؤكد لكم رغبتنا الأكيدة في تنمية علاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين. محمد الشيخ الغزواني. تلقى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب السيد محمد الشيخ الغزواني برقية تهنئة من فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لمأمورية جديدة. وجاء في البرقية: باسم شعبي وباسمي شخصيا أبعث بأحر التهاني إلى فخامتكم بمناسبة إعادة انتخابكم لرئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأتمنى لكم دوام النجاح في مهامكم السامية. آمل أن تواصل موريتانيا التقدم نحو مستقبل مزدهر تحت قيادة فخامتكم. أنا متأكد أنه خلال ولايتكم الجديدة ستعزز العلاقات بين بلدينا بفضل جهودنا المشترك المستند إلى مصالح شعوبنا والتي تعكس إمكاناتهم الحالية. بهذه المناسبة أكرر أطيب تمنياتي لفخامتكم بالصحة والسعادة وللشعب الموريتاني الصديق والشقيق بالرفاهية والازدهار. رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. من أنباء الغيظ، استبشر المواطنون في مدينة روسو خيرا بموسم خريف واعد هذا العام، وذلك بعد هطل كميات من المطر صباح أمس. فريق من مكتبنا في روسو تجول في أحياء المدينة والقرى الممتدة على طريق روسو تيكند وأعد التقرير التالي. التهطلات المطرية التي شهدتها مدينة روسو مع ساعات الصباح الأولى أثرت نسبيا على شوارع المدينة، لكنها حسب السكان لم تخلف أضرارا تذكر، بل كان تأثيرها إيجابيا على حالة الطقس التي عرفت عقب المطر انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة التي تباينت خلال الأيام الماضية بين 30 و40 درجة. ساكن هون في القوارب هون، وإسحاب جاتني هون مع الصباح 9:30، جاتني هون وقابلتني هون في المدينة هذه، وكانت اسحاب جيدة ما شاء الله، المستوى ما خسرت شيء الحمد لله، وزينة زينة ما شاء الله.
مع أنها لم تتجاوز 26 مليمتر في روسو، فقد دخلت مياه المطر مسابة في بعض المنازل والبيوت في أحياء السطارة. أصحاب جاتنا درجة 9 وفات لا 100 زايدة، لا هون في روسو لا 26 مليمتر. رعينا رقنا وخشف جارنا عن معرمة دخلت في ملمة متضرين ملمة نختار الصرف الصحي يدخل في العشرة فينا. وفي ضواحي المدينة شهدت الأحياء والقرى الممتدة على الطريق الرابط بين مدينتي روسو وتيغند هطل كميات أخرى من الأمطار، كست الأرض لبوسا خاصا مع حلول السنة الهجرية الجديدة. وعقب المطر هبت نسائم خير أضفت لحالة الطقس أفاويح جياشة تنبئ بموسم خريف واعد. وفي نفس السياق شهدت مدينة أطار تهطلات مطرية خفيفة مما أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة، وقد عبر المواطنون عن ارتياحهم لهذه الأجواء في وقت شهدت فيه درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية تزامنا مع بداية موسم القطن. زخات مطرية عرفتها مدينة أطار مما يكسر موجة الحر التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة، ويبدو المواطنون الكثير من الارتياح لهذه الأجواء التي أدت لانخفاض منسوب درجات الحرارة. هذا الجو اليوم تبارك الله مطر يزين عندنا، جو أطار كان حامي وهذا النهار اليوم تبارك الله زين وراجين إن شاء الله مزيد من السحاب. النهارات حرارتهم كانت متشينة ما كنا قاع طامعين السحاب، غير ما شاء الله اليوم بعد الجو زين ما شاء الله وجات السحاب. الجو كان ما شاء الله حامي والحمد لله جاتنا اليوم شوي من العماية وثانية عقبة شوي من الرشراش والحمد لله، وثانية برد علينا الجو وحامجين مولانا وشاكرين على السحاب اللي جاتنا اليوم قدات تفرج علينا شوي عامل الحمان. مخلفات الأمطار الخفيفة هنا وهناك تحيي النفوس أملا بمؤشرات موسم خريفي واعد بالمنطقة. الحمد لله عقب هذا كامل من الحمان اللي كنا جابرين بداية موسم الصيف، الحمد لله كسروا هذا، الحمد لله هذا زخات المطريه اللي جات هاي الدحم السهل يجعلها ان شاء الله بدايه خير وبركه على الولايه كامله، بدايه ان شاء الله موسم الامطار على ولايتنا ادرار ان شاء الله، يجعل ان شاء الله موسم خير وبركه ويعود ان شاء الله من اشبه المواسم ان شاء الله. هذا المناخ زين، هذا الجو زين وتعطينا مليه الحمد لله نوع من تمانوكة الجو. والحمد لله هذا العار زين عندنا ودقاع ست السنة بأصلا بداية ذا الشهر أصلا نجي وراجين من الله تبارك وتعالى على أنها نعود موسم إن شاء الله خريف جيد. وبذلك تنتعش الحركة والنشاط في القلب النابض لعاصمة ولاية أدرار عقب هذه التساقطات التي تضفي جوا من الاعتدال على صيف المنطقة في ظل موسم جني ثمار التمور القيطنة. الفاغب للشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أطار. في الشأن التربوي وعلى غرار باقي مدن البلاد اختتمت في مدينة كييف امتحانات شهادات ختم الدروس الإعدادية. الامتحانات جرت في ظروف مواتية تحت إشراف المصالح التربوية والإدارية والأمنية. بعد 3 أيام من التباري في ميدان العلوم أسدل الستار على امتحان ختم الدروس الإعدادية الذي يعد محطة مفصلية في مسار التلميذ الدراسي، حيث سيمكنه النجاح من الولوج إلى مرحلة الثانوية وبداية تحصيل علمي جديد. الامتحان جرى في ظروف ملائمة إذ تم توفير جميع المتطلبات من طرف الإدارة الجهوية للتهذيب بمواكبة من السلطات الإدارية والأمنية. عملية تمت بظروف جيدة، جميع المستلزمات توفرت لله الحمد، المراقبين جاءوا في الوقت المناسب وكذلك عناصر الشرطة. كانت غروف الامتحان جيدة، السلطات الإدارية قامت زادية بدورها من خلال الاطلاع، قمت بزيارة للمراكز تطلع على ذوك الظروف، كان في نواقص والله ما يفهم وكان كل شيء تمام لله الحمد. التلاميذ عبروا عن ارتياحهم للظروف التي جرى فيها الامتحان آملين أن تكلل مجهوداتهم بالنجاح والتفوق. إن شاء الله المسابقة زينة وإذا كامل جانا بالوقت والرقابة زينة الحمد لله، وأتمنى النجاح لزملائي. أنا شمس أحمد، عدت ختم دروس السنة الإعدادية واليوم كان ظروف جيدة، مراقبين مراقبتهم جيدة وأتمنى توفيق جميع زملائي. باب الحمد أبو الحمادة، اليوم هو آخر نهار وإن شاء الله
كانت ان شاء الله الامور طيبه. محمد بن حمد البشير عند المسابقه ختم دروس الاعداديه، حضور جيد، توزيع مواضيع جيد، وليس مراقبه جيده. اليوم اخنا من مسابقه ختم دروس الاعداديه، اتمنى نجاح لنا وزملائي. يشارك في امتحان ختم الدروس الاعداديه بولايه العصابه 9551 تلميذا يتوزعون على 132 مركز امتحان. حمد المصطفى نونو، قناة الموريتانية، مدينة كيفة. عبر عدد من سكان العاصمة نواكشوط عن أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على التماسك الاجتماعي والسلم والأمن ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية. موقف من الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية موقف ثابت، وهو يا الله يعود موقف جميع المواطنين الغيورين على بلدهم. الوطن ما يبدل فيه، أولا ما يبدل بالانتخابات، ولا يبدل بالرئاسة، ولا يبدل بالمال، ولا يبدل بالجاه، ولا يبدل بالقبائل. الوطن هو رأس كل شيء، وهو أمن كل شيء، وحد بلا وطن لا يملك شيء. وهذه المجموعات اللي يسوالها تحرق وطنها وتحرق سمعة بلدها على أساس مكانة سياسية معينة، هذا لا ينبغي ولا يجوز. يجب على جميع المواطنين الموريتانيين التصدي للشكل بالذات من المسلكيات السيئة اللي حقيقة وحكما مطلوب من كل حد منا على انه يعود غيره على بلده ويعود ضغطه على بلده اللي ما يقرب حد. وخلونا فمن خلونا من ذيك الفوضى، وخلونا قاعدين في دولتنا، والدوله هي اللي نختاروا تموا فيها وتموا عايشين فيها، وفيها ياسم الاستقرار الحمد لله، وفيها ياسم الامن، وراجل عند مولانا انه يحفظ البلاد والعباد من شر الامور كاملين. اي حد لا يحتج بشرع موريتانيا، الله يحافظ على انه يعود اولا يحافظ على سلامته هو كشخص، ثانيا سلامه الناس، لان حريته توقف عند حريات الاخرين. بالتالي ما الله يشوب حجره ياكي دقدق بيه واتحد، ولا الله يطيح على بوتيك حد، ولا الله يرصف على حد يسوه منه بالشارع. ونحن لا عدنا شيء عمال شغال، قسنا الباتيك والله، قسنا المرصه والله، وقفنا والله، حرقنا الكرعين، هذا ما هو حل المشكله. ويعرف عن هذا كامل عبيد الله سبحانه وتعالى، يسوى بيضهم ويسوى خضرهم ويسوى صفرهم ويسوى دخنهم، كاملين من خلقوا من تراب، لان حد يتقى الله سبحانه وتعالى ويعس من الفتنه، الفتنه نائمه، ولعن الله من ايقظها، وحد يتقى مولانا. الدوله دولتنا كاملين، ما الله يتمشكل فيها احد، نحن كاملين اخوت، فهمت؟ لا الله كاع اي شيء روايه بسيطه ما الله نخليها كاع تضايقنا. بلي موريتان جاء مثل احنا كاملين كحنا وبيون وكامل تيرا ودخوت، ولا حد من اللي يتمشكل مع الاخر اللي ما لقيتش ضرر لمومهم. يشكل الصيد الرياضي هو يتم مفضلة لدى العديد من سكان ولاية الداخلة نواذيبو، وحرصا على تعزيز قدرات المهتمين بهذه الرياضة احتضنت مدينة نواذيبو دورة تكوينية في مجال الصيد البوري. مكنت هذه الدورة التكوينية المنظمة من قبل الاتحادية الموريتانية للصيد الرياضي من تعزيز قدرات العديد من المهتمين بالصيد الرياضي في ولاية داخلة نواذيبو. وقد تلقى المشاركون عروضا نظرية وتطبيقية بإشراف من مكونين من الجامعة المغربية للصيد الرياضي. وتسعى الاتحادية من خلال هذا التكوين إلى تعزيز قدرات المهتمين بهذا النوع من الرياضات من أجل تأهيلهم للمشاركة في المسابقات الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للصيد الرياضي من حين لآخر. نحن الحمد لله في الاتحادية الموريتانية للصيد الرياضي، بعد مشاركتنا في بطولة كأس العالم ولأول مرة موريتانيا تشارك فيها، كانت جهود مهمة وكانت مشاركة متميزة، حقق الفريق الوطني نقاط مهمة في المسابقة الدولية اللي هو كأس العالم للصيد الرياضي. اليوم نرجع إياك هذه المبادرة، إياك نكونوا فريق وطني بإمكانه المنافسة وبإمكانه يعود يعرف القوانين الدولية اللي نطبقها الاتحاد الدولي للصيد الرياضي فيبس. تالي اليوم لهنا خلقوا فريق قابل لعنه ينافس وإن شاء الله يحقق نتائج. وقد ارتكز التكوين في هذه الدورة التكوينية الأولى من نوعها على المستوى الوطني حول التقنيات الحديثة الخاصة بالصيد البوري. مدى الصيد البوري؟ لأن لما تكون واحد المسابقة فبطبيعة الحال
ان جل المتسابقين تيمشيو الا بالمنتجات ديالهم بالتراكيب اللي تيستعدوا بها الا السيد البوري على اساس انهم باش يتوجوا لانه هو سهل في الصيد. هاد التراكيب هادي بطبيعه الحال ماشي هي مغربيه، ماشي هي موريتانيه، ماشي هي تونسيه، وهي تقنيات معترف بها من طرف الفيدرالية الدولية للصيد الرياضي البحري. ويعول على هذا التكوين في تأهيل المهتمين بالصيد الرياضي للمشاركة في المسابقات الدولية في مجال الصيد الرياضي وفق آخر التقنيات الحديثة المعتمدة في المجال. حاضر في الدورة، نحن كانوا عندنا الخبرات ما شاء الله، خبرة نعرفوها حواته ما شاء الله، يا غير حواته ما هو بالصيفة بلا نورم العالمي. نحن كنا فاقدين شيء قالوا الوعي العالمي اللي هو طريقة الصيد في المسابقات العالمية. نحن نحوته ما شاء الله نعرف جميع صفات التحوات، يا غير الصيفة اللي نحوته بها للصيد العالمي كنا فاقدينها. جاونا الحمد لله مكونين من المغرب وكونونا ونعتونا لنورم اللي كان خاصنا نحن نتعلموا إياه نقدروا نتم وشاركوا في المسابقات العالمية. التكوين الزين ما شاء الله استفادينا منه ان شاء الله تبارك الله، وعدنا في ياسر مشي مفيد ان شاء الله اللي يعاون في ياسر من الصيد البحري، وما شاء الله تبارك الله زين الحمد لله ما شاء الله عدنا في ياسر وراجل عند مولانا تم متابعين فيه وزين عنده. طلي الشرف على اني مثلت النساء في هذه التكوينه اللي هي، وعلنا قبضنا ياسر من معلومات كان اللي كانوا خاصين على احنا كنا نمارسوا الصيد التقليدي في نوادي بوهون، وضريك عجبنا معلومات عن الصيد العالمي الآخر اللي عندنا قدوة مشارك في المسابقات الدولية. وقد توجت الدورة التكوينية بتوزيع شهادات تفيد بحصول المشاركين على المهارات الضرورية في مجال الصيد البوري. إلى ولاية البراكنة، حيث تسهم دكاكين التموين بمقاطعة بابا بين بتوفير المواد الغذائية بأسعار مدعومة لسكان المقاطعة، وتشهد هذه الدكاكين إقبالا متزايدا من طرف ذوي الدخل المحدود لاقتناء حاجياتهم اليومية. 19 دكانا من دكاكين التموين على مستوى مقاطعة بابا بي يتم تموينها بشكل منتظم كل شهر بمختلف المواد الغذائية الأساسية في المائدة اليومية من أجل توفيرها للمواطنين بأسعار مدعومة. دكان حي المقام وسط مدينة بابا بي نموذج من هذه الدكاكين التي تشرع أبوابها بشكل يومي أمام المواطنين للتبضع تماشيا مع القدرة الشرائية للأسر من ذوي الدخل المحدود. وقد ثمن الساكنة هنا انتظام العملية مؤكدين استفادتهم منها بشكل يومي. نستعد من رباتيك تأمين اللي هون إن شاء الله بصيفة متعومة نجو يوميا ونقبضوا من كل يوم عندنا حصة يوميا نشوف نقبضوا إن شاء الله بصيفة من تاون إن شاء الله المواد متوفرة كاملة ما عندهم مشكلة الحمد لله ذاكرين الدولة والله أنا الرنك كما قالت راك متنظم الحمد لله العليات على جهة رجال على جهة يا رباتك واعري وهذا الحمد لله عادنا هي فرج الحمد لله مولانا شاكرين لتو والله حصة يوميا نختارها تنزاد لنا بالعموم هم اللي متكلمين عن العموم كاملين بيلي هون الناس تجينا فاصلة هون ترانقي هون يوميا ونشوفوا ظروفنا عرفوا ظروفنا احنا اللي سكان هون ونختاروا حصة يومية تنزاد لنا. وتتدخل كذلك مفوضية الأمن الغذائي في عدد من المجالات الأخرى التي تساعد أمهات الأسر في الأرياف على توفير تغذية الأطفال وخلق مشاريع مدرة للدخل. لقد قامت السلطات العليا للبلد بعدد من التدخلات في هذا المجال عن طريق مفوضية الأمن الغذائي لدعم هذه الفئات الهشة من المجتمع. وفي هذا السياق قامت المفوضية أيضا إضافة إلى ذلك بتوفير ما يناهز 298 حصة لصالح النساء الرضع والحوامل لتشجيعهن للتوجه إلى النقاط الصحية في حالة الضرورة. وإضافة إلى كل ذلك المساعدة التي تقدمها في مجال تغذية الأطفال وتمويل عدد من المشاريع الزراعية لصالح الساكنة. تدخلات أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي وساعدت في استقرار الساكنة هنا، وهو ما أنعش التنمية المحلية ضمن سعي السلطات العمومية للرفع من مستوى التنمية في هذه المنطقة.
حمد من هذه قناة الموريتانية مدينة بابوبي. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب في تغريدة له يهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. سيادته يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب ويتلقى التهانئة من طرف الرئيس التركي بمناسبة فوزه في الانتخابات. في مؤشر على موسم خريفي واعد، مناطق واسعة من الوطن تشهد هطل كميات معتبرة من المطر. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.